glasses up. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير، ما تسلم. ياك لاباس يا سيدي. واش هادي السلعة كتبيع لي؟ واش هذا أوبجيكتيف ولا زبل هذا؟ أخي حنا ما كنبيعوش الزبل هنايا في هذا المحل. ولكن أخي واش كتنصبوا علي عباد الله واش أنا نبقى يومين؟ لا صافي يا أخي. لا صافي صافي. أي حاجة مع وقتها. صافي يا أخي، أنا فلوسي كان واقع أصلا ما صرفناهم. عاملة في اللون أخي ديالي واش قاصدين تجيبني؟ تفضل أخي فلوسك، اسمح لي غالي. وفين البطل؟ انا رجعت وطلقت السي خالد ما فكيش. كيفاش قد الكلمه ولا لا؟ صافي صافي راجعوا بالشان. شحال دات تركيا تخلعنا ولا ايه يا الدنيا؟ ايوا تحكم زيدوا تحكم وليداتي، باقي ما شفتو ما تشوفتو. عندك تشاف وراكب، انا ربع علينا الكبده في هذا البلاكار. ها شوف على فرصه جاتو تركيا، هو جالس كيضحك ما عارفش راسو شنو ضيع. ايه انا ما تبرهيش قفي ريس سي خالد مسكين شوهتوه مع الكليان. السلام. مرحبا اخي معلم خالد. بخير شي بخير الحمد لله يبارك فيك. وهذه بنت اختي جبتها لك باغا واحد الميكروفون. مرحبا لاباس عليك سي حاج. عافاك انا عندي واحد الانترفيو وبغيت الميكرو تكون كاليتي مزيانه وتسمع مزيان، لكن عندك واحد الجريني بكل فرح جبرتي عندنا شي حاجه مزينه غنوري لك دابا شنو عندك. انا عندي هاد الميكرو كرافات كاليتي شي حاجه مزيانه بزاف. الصوت ديجيتال احسن و فيسري زعما بلا مشكور. كيف جاك كاين شي حاجه احسن منه؟ كاين هذا حتى هو واعر بالنسبه لي زانترفيو شي كيطلع عرفتي لو صون احمر. يا غارانتي راه لا مزيان بزاف مزيان. وانا عندي هذا حسن، شحال اخر سنه تخدم لي شي ثمن؟ بون نعمل لك الثمن. جاسي يوسف ضروري. مرحبا. غيبقى لك 2000 درهم اخر سنه نقدر نقص لك. يعني عندي نيت ديال صحه الله يعطيك. المهم اللي جبتي نعقل معاه شويه. يلاه شوفهم بعد. سلام. كنشوف خونا جاب الثمن حتى تيتيز. مش حال هادي ماشي عاد دابا. اون بلوس دو سا السيد راه بوكوس. كونوا هانيين، السيد ولف الكلاس والشومه شويه تجبروه راجع كيجري. ايوا كيفاش جبناه الوقت هذا خليوها شي غدا اونصل لك راه السي يوسف كلشي ديالك الله يحفظك انت عزيز علينا وغالي. هو فرصه هذه راه بحال هذيك اللي كنتسنى شي فريتوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عافاك مشيت للدار كنسجل الصوت اللي غادي يخدم به ولكن كيخرج ليا صوت اخر. ياه فري جربتيه هو جربتو حيت تاكدتو قلت نجيبو له شي حوايج. اول مره جربت. اول مره يكون هذاك الاسم نجرب نشوف هذا تيستي. ياه نجرب ضروري اللي صراحه خلي نشوف. المهم هي ديرني في بالك ان شاء الله تكون شي حاجه خليها لي بلا خير. مرحبا صافي بو علي انا مره مره انا معاك تكون شي حاجه ندوزها لك في الدار ان شاء الله. الله يعاون. شكرا.
تيوسف غدا والو فلوس وراه ما مشيو ياك ضروري ما يكونوا فلوس اللي عند فضاو حنايا وانت عارف التجاره كيفاش عرفتي شنو كاين هاد المره هذا انا اللي عاون روم بلاص شنو كاينه نمس الفيسه ديالك ولا خرجوا نتغداو على حسابي هاد المره هذه متاكد السي يوسف واه داك الشيء فيا مرحبا يلا مرحبا قال لك خلاص كل شيء خرج من جيب شوفوا ان شاء الله معنا هذا مشى صافي هذا صافي خلى في الله اخوتي واش شنو وقع راه الميكرو واقيلا مشى مره راه شفت معلم نزل مع بيس اللي ماتوا اي راه حنا عينا نقولوا له من شحال هادي ما يبقاش يغامر في هذا الشيء هو هذا اللي حصل وتخسر دابا كامل خسرنا خساره والله عرفتي شحال دوزنا من الخدمه مع فاتيرتنا انا بنتي يقاشي باللي مات انا باقي ما تيقتي اخوتي شنو وقع ماشي ما كانش خصو يوقع اصلا وخلي هادي تعلمك باللي هاد الطريق هادي اللي مشيتو فيها راه ماشي مزيانه راه كل واحد فينا عاجي الساعه ديالو اللي مكتب يمشي فيها وخصو يتقبلها اصلا الواحد خصو يخرج من منطقه الراحه ديالو ويمشي يكتشف شحال من حاجه كاينه في هذا العالم عنده الصح عرفتي شحال من مدينه مشيت قبل ما نكون هنايا وكل مره مع من كنكون مره مع شي واحد في بيكالا مره شي واحد في سكيت مره شي واحد كيكون كيعوم انا ما كرهتش يجي يديني دابا شي واحد مشي عاود نعيش لك شي كامل حتى انا شحال من اكسبيريونس دوزت وشحال من تورنا شاركت فيه واكتشفت البونتونسييل ديالي وانا شحال من انترفيو سجلوا بيا خليت نسمعت الحاجه في عاد الناس ويا خسرة فكرت ولا في العينو ديالنا ملي كنا باقي خدامين شحال من تصويرة صورنا في الفيلم اللي كان كيتركب فينا حنا عشنا في واحد الفترة ونبدل عليكم كنتو باقي ما خلقتو كانت الدنيا مزيونة بواحد المنظر آخر راه نتا اللوم جايكتي راه نتا أكثر حاجة اللي خصها تكون على برا كتشوف وكتصور شحال من حاجة صاحبي وخصك غير تزعم وتاخد لاكسيون وكون متأكد ما تندمشي حيت حنا ما نساوكش واخا تمشي صباح الخير معلم صباح الخير صباح الخير كي صباحتي لاباس عليك بخير كلشي مزيان الصحه هي راه عندي عندي واحد الكاميرا كنقلب على شي وجه تي في جمعه شوف هذا الله يعطيك السبت وشوف لي واش عندك شي حاجه باش الناس بالي واخا نشوف لك شي حاجه واخا لك خوتي كيف اللي جات الساعة ديالي باش نمشي واد مرض بالصح غنمشي وما نعملش راسي مخسر شكرا حيت شجعتوني نتاخذ هذا القرار حيت ما كانش ساهل عليا السلام عليكم وعنت وحشكم بزاف تهلاو سلامة باي باي سلامة عندي هاد واحد ما كتبش لي كان راسلني واحد السيد قال لي ما خدمنيش غالبا يكون مشكلة هاد الشيء في الكاميرا ماشي في العجب
هشتي كنت زيادة صايبتني نتلب السوق كتاب لي خير ما عرفت واش كان ضروري نفقد احسن صديق باش نعرف اني كنت في الطريق الغلط. داك الطريق كنت كنجبر فيه بزاف ديال المتعه، ولكن على حسب سعادة الناس. دابا عاد اكتشفت القيمه ديال شنو كنت مضيع، التصاور اللي كنخلي شاهدين عليا وعلى الوجه ديالي. اخيرا انا راضي دابا.